خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة الأولى للأمير خالد أن يمد جسمك بالقوة والعافية، لأن همة نفسك وبعد طموحك لا تقوى عليها الأجساد. الدعوة الثانية للأمير الوليد: أصبت بمرض الكرم وحب العطاء للناس، فنسأل الله أن يديم عليك هذا المرض وألا يشفيك منه أبدا. عندما ينساق العمل الخيري في إطار مؤسسي فإن النتائج حينها ستكون أرقى وأجمل. كلمة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز النشوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب المعالي، الوجهاء الفضلاء، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. حفلنا الكريم، لقد كان يوما على إخواننا في جدة عسيرا، ذلك اليوم الذي أصبح فيه أهالي جدة في حالة يرثى لها بعد أن غمرت بيوتهم مياه السيول، فاجتاحت الممتلكات ودمرت الموجودات بل وأزهقت أرواح البعض، خصوصا في الأحياء التي غالب أهلها من الفقراء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فجاءت مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الأمناء وفقه الله بتوجيهه للعاملين في مؤسستنا الخيرية ليهبوا لنجدة إخوانهم في جدة، استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين ووفاء بحق الوطن والمواطن، حيث قال: أهل جدة غالين علينا ودعمهم واجب. جاءت مبادرة سموه بلسما شافيا ودواء ناجعا خفف ألم المصاب، فارتفعت الأيدي بالدعاء ولهجت الألسن بالثناء. هب المسؤولون في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام والزملاء في المؤسسة مواصلين الليل بالنهار لإتمام مكرمة سموه السخية وإيصالها إلى المستحقين من أهلنا في جدة عبر خطة محكمة وعمل دؤوب، حيث اشتملت مكرمة سموه على توزيع عدد 1000 سيارة لمن تلفت سياراتهم بسبب السيول،
وتأمين أكثر من 10,000 قطعة من الأدوات الضرورية والمفروشات ذات الجودة العالية، ما بين مكيفات وغسالات ملابس وأفران وثلاجات، إضافة إلى الفروش والسجاد. تم توزيع كل ذلك وتسليمه للمستحقين في وقت قياسي وبعد دراسة وافية وتمحيصات كافية وتنظيم بالغ الدقة. تجاوب وتعاون مع المؤسسة الخيرية أيد مؤمنة ومؤسسات مخلصة تبتغي الأجر من الله، إيمانا منها بأن الواجب الوطني يحتم تكاتف الجهود والتفاني في أداء الواجب، فالمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. أيها الجمع المبارك، نحتفل اليوم ونحن في ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم لنشيد بجهود تلك الأيدي المتوضئة والنفوس الزكية، ولنشكر صنيعها، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. حفلنا الكريم إن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وهي تسهم بشيء من واجبها الوطني في إغاثة إخواننا المنكوبين بسبب سيول جدة هذا العام، فإنها ترى لزاماً عليها أن تعترف بالفضل لأهله وبالسابق لفضله، أولئك الذين كان لهم القدح المعلى وقسب السبق في لم الشمل وتخفيف ألم المصاب، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب الكلمة الجريئة واللهجة الصادقة، والذي شهد له التاريخ بحزمه وعزمه، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة ومعاونيهم الأفاضل الذين كانت جهودهم مشهودة. كما ترى أن من واجبها إبراز جهود جنود أخلصوا العمل وسارعوا إلى تقديم الدعم الميداني للمؤسسة لتوصل المكرمة لأهلها والمساعدة لمستحقها، وهم كل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي فرع جدة، المستودع الخيري بجدة، جمعية مراكز الأحياء بجدة، جمعية البر الخيرية بجدة، الجمعية الفيصلية الخيرية بجدة، الجمعية النسائية الخيرية بجدة، جمعية اكتفاء بجدة، شركة إبراهيم الجفالي وأولاده، وشركة الجبر للسيارات، حيث سيتم تكريمهم الليلة من يد راعي هذا الحفل المبارك. وكذلك سنسعد بتكريم عدد 300 شاب أسهموا إسهاماً ميدانياً مباشراً في إيصال الأمانة لمستحقيها، حيث سيتسلم مندوبون عنهم من يد راعي هذا الحفل شيكات مكافآت لهم. أصحاب السمو، أيها الحفل الكريم، شكراً لكم حضوركم وتشريفكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ لنا قادتنا وحكامنا، وأن يديم علينا أمنه وأمانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصورة أبلغ تعبير عن الحدث، فيلم وثائقي يحكي لنا قصة تصنع الأمل من رحم الألم. في 26 من يناير من عام 2011 استفاقت مدينة جدة على كارثة طبيعية تمثلت في هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول جارفة، أشاعت الفوضى في المدينة واستنفرت كل الجهات لتدارك الدمار والحفاظ على أرواح الناس. وكان الأمير خالد الفيصل يقف في موقع الحدث متلقيا شكاوى وتظلمات المواطنين،
وفي مشهد لا ينسى كان الحوار بينه وبين مواطنة سعودية من سكان أم الخير، أحد الأحياء المتضررة من جراء السيول، ووعدها الأمير بأن كل معاناتهم سيتم التعاطي معها وإزالة كافة الأضرار عن كل الأحياء المتضررة. وبعد أقل من 4 أشهر كانت نجمة حفل تدشين المرحلة التنفيذية للحلول العاجلة لمجمع أم الخير السكني وحي السامر. جهود شعبية وتطوعية تكاثفت من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، هبت لمساعدة المتضررين وأزالت آثار الدمار الذي خلفته السيول. وكعادتها كانت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في مقدمة الجهات التي مدت يد العون إلى جدة، إيمانا من المؤسسة وعلى رأسها الأمير الوليد بن طلال بالمسؤولية الاجتماعية المنوطة برجال الأعمال والميسورين تجاه البلد. إذ أعلنت المؤسسة عن تبرعها في فبراير 2011 لمتضرري جدة بأكثر من 10,000 قطعة من الأدوات المنزلية الضرورية واللازمة، بهدف رفع المعاناة عن 3,500 أسرة من المتضررين. وبهذه المناسبة علق الأمير الوليد: أهل جدة غاليين علينا، ودعمهم واجب على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. وامتداداً لهذه الجهود، سلم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بحضور حرمه سمو الأميرة أميرة الطويل التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس الأمناء في مارس الماضي، الدفعة الأولى من مجموع 1,000 سيارة تبرعت بها المؤسسة للمتضررين من السيول، وها هي اليوم تكمل مشوارها بتوزيع المتبقي من السيارات بالإضافة إلى التبرعات الأخرى. يذكر أن تبرعات مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية تجاوزت خلال 30 عاماً 9 مليارات ريال، شملت 77 دولة حول العالم. من أجمل المعاني الإنسانية معاني الشكر والوفاء، وهنا تحضر كلمة تعبير ينطق بها الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الزهراني نيابة عن المستفيدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، نيابة عن جميع إخواني المستفيدين من التبرع المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية المتمثل في 1,000 سيارة و10,000 قطعة من الأجهزة المنزلية الأساسية. يطيب لي في هذا المساء أن أعبر لكم باسمي واسم إخواني عن صفحة من ذاكرتنا مرت على الجميع في جدة بمآسيها وآلامها، أنها قد طويت بحمد الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذا نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله على وقفاته مع المتضررين من كارثة السيول، ومواقفه الحازمة التي لن ينساها له التاريخ. والشكر موصول لفارس العطاء صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.